لسه اتوبيس السعاده في مهرجان ابداع والفنون ابداع والفنون صناعه سعاده. اسمحوا لنا يكون معانا ضيف كريم هيتكلم معانا النهارده في الموضوع ده ونعرف ايه اللي بيحصل وفي الجانب الفني تحديدا. دكتور مازن ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ احنا النهارده في ختام المهرجان عمالين زي ما بيقولوا كده بنتنقل من مكان للتاني وهو كلها حاجات بعيده عن بعض ولكن كلها في الاخر بتصب في الابداع. تمام. والفن سعاده والفن يعني هو الابداع بعيد طبعا. والفن هو بقى الحاجه اللي تحس بقى الاختراعات والحاجات دي تحسها صلبه شويه لكن تيجي عند الفن الفن السعاده طبعا. فكلمني عن دور الفرقه وعرفني بيها اكتر وانتوا اللي انا عارفه ان انتوا ما شاء الله تقريبا كل سنه موجودين في ابداع. الحمد لله. احنا بنشارك فرقه المعهد العالي للموسيقى العربيه اكاديميه الفنون. تمام. بنشارك في مهرجان ابداع. مشاركتنا يعني المستمره كانت من ابداع 6 من حوالي 5 سنين. تمام. والحمد لله يعني المركز الاول كل سنه في المهرجان. ما احنا قلنا ان كله المركز الاول وان شاء الله يبقوا شرح ونكملوا الاول على طول ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. النهارده ايه اللي هيتعزف؟ وانا عرفت ان كل سنه بيبقى في ممكن ثيم مختلف او حاجه بتكون محدده للفرقه. احنا السنه دي هو في مسابقه الموسيقى تحديدا. تمام. بتتكلم عن مؤلفين موسيقيين زي ياسر عبد الرحمن، زي جمال سلامه، زي ميشيل المصري. فاحنا النهارده في الحفله بكره ان شاء الله اللي هنعمل الله فيها ميدلي ما بين اعمال المؤلفين دول باذن الله. انتوا النهارده بتجهزوا البروفات بتاعتكم. أيوة. ودي بقى زي ما بيقولوا الختاميه الجنرال خلاص بقى الجنرال اللي هي بعدها ان شاء الله الانطلاقه النهائيه بقى باذن إن شاء الله. الله. بعيدا عن ابداع وبعيدا عن التواجد النهارده في الجامعه، انتوا بتعملوا ايه؟ تواجدكم بيكون فين بقى؟ في حفلات في مصر او خارج مصر مثلا؟ طبعا طلبه المعهد هم طبعا بما انهم طلبه بس في نفس الوقت هم محترفين، هم طبعاً عازفين في الاوبرا. في بره كلنا بنتفرج الحقيقه وما شاء الله يعني الحمد لله كل واحد فيهم محترف في حتته. ده حقيقي ده حقيقي. يعني هم فنانين كبار رغم صغر سنهم وبيشاركوا في الاوبرا وبيشاركوا مع فنانين ستار يعني لا متواجدين بس في شتى يعني المجالات يعني المحافل. الفن احنا برنامج اتوبيس السعاده والفن سعاده واكثر من يحدثنا عن هذا هم اهل الفن. فلو حضرتك سالتك كيف يصنع الفن السعاده تقول ايه؟ لا طبعا هو زي ما حضرتك قلت هو الفن طبعا هو يعني طبيعي بيصنع سعاده. على فكره ومش بس المزيكا يعني اي نوع من انواع الفنون هي فيها طبعا لان هي قايمه على فكره الابداع. فكره الابداع من عند ربنا سبحانه وتعالى البديع. فاحنا بنسمع الحاجه الحلوه وبنشوفها بنقول عليها الله. يعني الفن فيه سر ما حدش وصل له الـ 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 السعاده دي منبعها ايه غير بس فكره الابداع اللي جايه من عند ربنا سبحانه وتعالى. تحس مخلوق الموسيقى ده نفسه يعني هو لوحده كده تتوقف قدامه وتستمتع طبعًا بكل اشكالها يعني. طبعا طبعا اكيد. طيب انا مش هطول عليكم عشان اعرف ان احنا يعني استقطعنا من وقتكم النهارده شويه حلوين كده فمش مش عايزين نطول بس احنا هنتفرج ونفرج مشاهدي دي ام سي واتوبيس السعاده على ابداع النهارده باذن الله. شكرا. شكرا. تحياتي.